حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى أهم أخبار الاقتصاد. قال عضو لجنة الزراعة في برلمان كردستان العراق عبد الستار مجيد إن المواقع الزراعية في كردستان العراق يعاني من جراء استمرار أعمال التهريب التي تفتك بالمنتجات الزراعية. وأضاف النائب عبد الستار مجيد أن الزراعة في محافظات كردستان العراق تضررت كثيرا بسبب دخول المنتجات المستوردة والتهريب بشكل يومي وتأثيرها في الإنتاج المحلي. أضاف أنه بالرغم من وجود إنتاج وافر في مواد يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، ولكن فتح الحدود والسماح بدخول المنتجات دون فرض الضريبة عليها يضر المنتوج المحلي كثيرا. أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق يتصدر قائمة البلدان المستوردة للسيارات الإيرانية. وقال المتحدث باسم المصلحة روح الله لطيفي إن بلاده تقوم بتصدير سيارات وقطع غيار محلية الصنع إلى 12 بلدا بضمنها العراق بقيمة تصل إلى أكثر من 58 مليون دولار. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد مختصون أن السيارات الإيرانية هي ذات أنواع ومواصفات رديئة فضلا عن كونها سريعة الاستهلاك. أظهرت إدارة الجمارك الصينية أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة لأكبر مصدري النفط إلى الصين في شهر تشرين الأول من العام الحالي، إذ بلغت نسبته 34% من الصادرات في شهر تشرين الأول الماضي. وأضافت الإدارة في إحصائية لها أن العراق صدر نفطا للصين في الشهر الماضي بواقع 4 ملايين طن و600 طن متري، وبلغ صادرات العراق الكلية من النفط الخام في شهر تشرين الأول الماضي 96,700,000 برميل تقريبا، بإيرادات بلغت 7,680,000,000 دولار. تراجعت أسعار النفط العالمي اليوم، إذ انخفض مزيج برنت دون مستوى 78 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الماضي. وقد تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة عشر الدرجة تقريبا في المئة إلى 75 دولارا و84 سنتا للبرميل. وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 13 درجة في المئة إلى 78 دولارا و68 سنتا للبرميل. يأتي هذا التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تأثر الطلب على الخام بسبب الإغلاقات التي تفرضها دول أوروبية لمواجهة وباء كورونا. قفزت أسعار المواد الغذائية حول العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في هذه الزيادة بتلك السرعة. وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية ارتفع إلى أعلى مستوى له، إذ أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار. وذكر المجلس الدولي للحبوب أن مخزونات القمح تشهد الآن انخفاضاً عما كانت عليه من قبل، وأن المخزون لدى كبار المصدرين قد يكون عند أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. كشفت الأمم المتحدة أن الفساد والرشوة والتهريب الضريبي تكلف البلدان النامية أكثر من تريليون دولار سنوياً. وذكرت الأمم المتحدة أن المبلغ المذكور يمكن استخدامه لتحسين سبل العيش لمن يكسبون أقل من $1.25 في اليوم، داعية إلى العمل على تحقيق السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية في تلك البلدان. هذا وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 مليون طفل في العالم يفوت الوجبات والخدمات الصحية والتغذوية الرئيسية التي يحتاجها. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.